ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة وارتفاع إضافي على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون الأجواء حارة إلى حارة نسبياً، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء صيفية اعتيادية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولكن مع ارتفاع طفيف يوم الجمعة لدرجات الحرارة، وكما نشاهد هنا لدرجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء تكون يوم الخميس حارة نسبيا، ولكن يبدأ الارتفاع يوم الجمعة، حيث تكون هنالك ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها بشكل بسيط. أما يوم السبت فتكون ذروة هذه الارتفاعات، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من درجتين إلى 4 درجات خلال هذا الوقت من العام، لذلك نود التنبيه من عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة هذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة 22 وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في الثلاثة أيام القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة عمان، يوم الجمعة والسبت والأحد تكون درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية والأجواء صافية. أما ليلا فتكون ما بين 21، يوم السبت تكون 25 درجة، أجواء جدا جميلة في ساعات الليل، وتعاود الانخفاض تدريجيا يوم الأحد ليلا لتصبح درجات الحرارة ليلا 17 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد 33 إلى 21 ليلا، في المفرق 33 إلى 19، في جرش 35 إلى 22، عجلون 33 إلى 20 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 30 إلى 21، في الزرقاء 33 إلى 21، في البلقاء 32 إلى 21، في مادبة 31 درجة إلى 21، وفي البحر الميت أجواء حارة جدا من 41 درجة مئوية نهارا، 27 درجة مئوية في ساعات الليل. جنوبا في الكرك 32 إلى 21، في الطفيلة 31 إلى 20، في معان من 33 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل، في جبال الشرا من 29 إلى 19، وأخيرا في العقبة أجواء حارة أيضا من 42 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. في المناطق الشرقية في رويشة 38 إلى 20 في ساعات الليل، الصفاوي 37 إلى 21، وأخيرا في الأزرق من 38 إلى 20 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.